السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اول فيديو عندي او ثاني فيديو على المواطر من بعد ما كنا مشينا لواحد لاميزو في طنجة ديال البي ام بالمواطر. كان فيديو قديم هادي شي عامين باش حطيته في الباج في القناة. ما شاء الله، شوف معنا البي كان هادي كتجيب يعني بواجهة ديال الامام، كتجي فوتوكوبي، يعني تصميم نفسه ديال هوندا سي اش. كما كنسمعوا في واحد الشكل زوينه صراحه، النغمه ديالها خفيفه وزوينه صراحه، ما بيهاش هذا الموتور. هذا باقي جديد على ما اظن انه سنه 2021. صراحه زوين، حتى اللون عاطي ديك الكحل مع ديك الكحل بريو مع ديك الاحمر، هذيك الطبعه ديال الار عاطيه منظر زوين صراحه. بالنسبه للماكينه كتجي فيها 110 سلندر، صراحه ماكينه خفيفة، المهم كتجري. وبالنسبة لليسانس اقتصادية، بالنسبة للديزاين، الديزاين يعني خطير كما كنشوفو الأمام ديال الموتور، فوتوكوبي ديال سي اش، سي اش نيشان هوندا سي اش، بي كان معروفة بالكاليتي ديالها، بالجودة ديال التصنيع ديالها، بالماكينات ديالها اللي هما صحاحين وكيصبرو وكيدوزو عند الناس يعني سنين وأعوام. وما شاء الله يعني موتور يعني اقتصادي، وحتى في الثمن ديالو ثمن مناسب صراحة. وحتى كوسان فيهم الجلد، فيهم واحد الطبعة ار ار